ايضا احنا اكدنا المختلف المسؤولين بما فيهم السيد وزير الداخلية على ان احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع المواطنين على الارض ضروري، بل هو اولوية الاولويات، سواء كان في التعامل مع المواطنين عموما او كان في التعامل مع الاحتجاجات، خصهم يضمنوا جميع الامور ان تتم في اطار القانون. ولكن ايضا كاين جوج الامور بغيت في الاخير نشير لهم. الامر الاول هو ان احنا عندنا الثقه في القضاء ديالنا، وجلاله الملك عطى التوجيهات ديالو والتعليمات ديالو باش تكون الصرامه في احترام ضمانات المحاكمه العادله في اي محاكمه كانت اذا وجدت، وايضا يكون هناك واحد التفاعل ايجابي وبسرعه للتفاعل مع اي مزاعم، اي واحد يعني قدم شي شكايه ديال التعرض ديال التعذيب خص فورا يكون التحقيق، ويكون التحقيق من قبل مختصين واطباء شرعيين. اذا هذه النقطه الاولى مهمه. النقطه الثانيه، احنا على يقين بانه الى تضافرت الجهود ديال الجميع وتعاوننا جميعا وفرنا واحد الجو ديال الثقه المتبادله ديال الهدوء ديال الاستقرار ان شاء الله، فان هذه الاجواء الايجابيه غتكون مبشره باذن الله، وغادي تجي انفراجات في مختلف الملفات المرتبطه بهذا الملف. وشكرا جزيلا.